كلمة لا ننحاز إلا إلى الشعب. نعم. بمعنى هل المرجعية جددت قطيعتها إلى العملية السياسية؟ شوف، المرجعية كانت واضحة في كل خطبها السابقة، كانت دائما تقول أن الحكومات خلال من 2003 حتى هذه اللحظة لم تقدم إدارة ناجحة للبلاد، ولم تقدم الإدارة التي يعتقد أن المواطن فيها يعني يحيا حياة كريمة. وكان هناك تحديات كبيرة للنظام، تعرف القاعدة، بعدين داعش، بعدين التفجيرات الأمنية إلى آخره. لكن اليوم توضحت الصورة أكثر، احنا اليوم نعيش في أمن، يعني خلينا نقول نسبي أو أمن أكثر بكثير مما يعني في السابق. أنهينا قسم كبير من المعركة مع داعش، وبالتالي ظهرت هذه الأمور بصورة واضحة. ما تحدثت به المرجحية بصورة واضحة أنها ليست طرفا في الحكومة، أنها لا تمثل الحكومة، وإنما تمثل تطلعات الشعب دوما، وهذا حقيقي.